الملك رمسيس الثاني مش هو فرعون زي ما الناس بتحاول تقنعك؟ طب ما تيجوا نشوف بالعقل وبالمنطق وبالتاريخ وبالدين. منطق التاريخ والدين. اوكي يلا بينا. فرعون موسى الموجود في كتب الأديان وزوجته السيدة آسية كانت عاقر لا تلد. لا هو ما فيش اي حاجة تؤكد لنا ان هي كانت عاقر. هو احتمال فعلا، انما طالما هنتكلم عليها لازم نقدم كل الاحتمالات، مش نقول هي كانت كذا ونبني على الكذا ده. نقول احتمال، ممكن السيدة آسية كانت عاقر، وممكن كانت بتخلف بنات بس، وممكن كان ليها بنات ولما جت تخلف ولد الولد مات في الولادة، عشان كده اتبنت النبي موسى. الأسباب ما نعرفهاش، يبقى مش من الأمانة العلمية ان احنا نقول عشان كانت عاقر، ولكن ممكن نقول احتمالات زي ما انا قلت. وقالت له قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وبعدين زي ما انت قلت في الآية قرة عين دي ولك، في حديث بقى بيكمل الرد بتاع فرعون كان ايه. الحديث النبوي بيقول ان فرعون رد عليها وقال لها قرة عين لك اما لي فلا، يعني معناها ان هو كان مكتفي، مش كان هيموت عايز ولد. وفي روايات بعد كده ان فرعون اتجوز امرأة تانية وخلف منها ولد ومات، من ضمن الابتلاءات اللي عمت قوم فرعون. ايه مصدر الرواية وايه صحتها ولازمتها ايه في الموضوع؟ الا لو انت عايز تقول ان فرعون ما كانش له ولاد، يعني ممكن يكون ابتلى في بيبي واحد بس، وبرضه مش معنى كده ان هو عنده زوجتين بس. وبعدين طالما هو اتجوز تاني عشان يجيب ولد، طب ما كان يتجوز تاني وتالت ورابع وخامس. معظم الفراعنة كان ليهم اكتر من زوجة، ورمسيس التاني كان متجوز 6 من اللي احنا نعرفهم اللي هم الرويال وايفز، الزوجات الملكية، ولكن ده برضو ما يمنعش ان هو كان له زوجات اكتر من كده. والعلماء بيقولوا ان هو كان عنده تقريبا 200 زوجة وعنده تقريبا 50 ولد و50 بنت. كون ان احنا جالنا خبر في القرآن ان السيدة آسيا تبنت ولد، ده ما يمنعش ان فرعون كان متجوز 6 تانية وكان له ولاد وبنات. وبعد ما شرحت التاريخ على رمسيس التاني، يعني فرعون كان له اولاد كتير مش ضروري من السيدة آسيا. طيب ده فرعون موسى؟ لا ده مش فرعون سيدنا موسى عليه السلام، دي قصة واحد في خيالك زوجاته الاتنين عندهم مشاكل في الخلفة. ملك رمسيس الثاني المؤرخين وصفوه بانه هو الملك المهندس او الملك البناء، لانه اكتر ملك من ملوك مصر القديمه ساب لنا اثار. وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين. This claim that the pharaoh of Moses was extravagant has been proven by archaeological discoveries which show that Ramesses II was the grandest of the pharaohs. The archaeologist Peter Clayton wrote, "His genuine building achievements are on a Herculean scale." The archaeologist Eric Uphill wrote, "The palace of Ramesses was probably the vastest and most costly royal residence ever erected by the hand of man." The Egyptologist Kenneth Kitchen wrote, "Certainly, in his building works for the gods, Ramesses II surpassed not only the 18th dynasty, but every other period in Egyptian history." مسلات بقى ومعابد زي معبد ابو سمبل والظاهره العجيبه بتاعه تعامد الشمس على وجهه. تعامد الشمس على وجهه، قصدك على وجهه وعلى وجه الاله امون رع وعلى وجه الاله رحخوراكتي وهو قاعد في وسطهم. احب اقول لك ان بالذات معبد ابو سمبل ده اكتر معبد ببين فيه نفسه ان هو اله. ولمزيد من التفاصيل الرابط في الوصف. وبناؤه على تعامد الشمس مش حاجه غريبه بالنسبه للفراعنه، صحيح هو اجتهاد هندسي عظيم، ولكن هي مش ظاهره غريبه، حتى اصلا المعبد كله احنا نقلناه وظبطناه على تعامد الشمس ده. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. The Quran states that the Pharaoh of Moses was arrogant, exalting himself to the position of God. Modern archaeological discoveries have proven this to be true. Ramesses II built the great temple at Abu Simbel to honor himself. Its entrance is flanked by 4 colossal statues of Ramesses II, which dwarf the statue of Ra Horakhti, god of the horizon, located above it. This temple also contains an image of Ramesses II making a sacrifice to his divine self. كل دي اثار احنا شايفينها بعينيها ولمسينها، بينما ربنا قال في فرعون موسى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. مفيش حاجه اتبقت من الاثار بتاعتهم. الشبهه دي انا رديت عليها في كذا فيديو قبل كده. لا برضو مش معناها ان مفيش حاجه اتبقت من اثار بتاعتهم. وبعدين يا اخي هي ايه معنى كلمه اثار، او عشان احطها في جمله، اثار التدمير؟ فازاي هيقدر راجل عنده 92 سنه انه يسوق العجله الحربيه بتاعته من العاصمه اللي في وسط مصر ويجري ورا النبي موسى وبني اسرائيل لحد البحر الاحمر في وسط الصحراء ومفيش اصلا طرق ممهده؟ طبعا ده كلام لا يعقل. موضوع السن ده معروف ان الزمن غير زمن، يعني ما ينفعش تحكم على حد بسنه على ايه الحاجه اللي هو يقدر يعملها واللي ما يقدرش.
لما يكون في زمن تاني، لأنها تفرق في حاجات كتيرة زي سن البلوغ مثلا، والتحمل والطاقة تفرق من جو لجو وفترة زمنية وفترة زمنية تانية. بالنسبة لبقى أن ما كانش فيه طرق ممهدة، لا، هو الكلام اللي لا يعقل. ليه كان عندهم عجلات حربية إذا كان ما فيش طرق ممهدة؟ هما كان عندهم عجلات حربية أصلا ليه إذا كان ما فيش طرق ممهدة؟ ولو كان في طرق ممهدة، طب الراجل العجوز كان يقدر يعملها؟ ولو ما فيش طرق ممهدة، فرعون تاني صغير في السن ممكن يقدر يعملها؟ عليك ببساطة أنك تبحث عن إزاي الصيادين بيعملوا طرق في وسط الغابات عشان الحيوانات ما تسمعهمش أو أي حد يسمعهم. بيعملوا طرق كريس كروس كده، حقل أعشاب طويل كده، يقوم هو قاصي ستريب كده صغير عشان يمشي من غير ما يحرك الحاجة كمان، عشان الحيوان اللي هيصطاده هيشوف حاجة بتتحرك هيخاف. إنما في الصحراء طبعا ما فيش الكلام ده، بس العقل والمنطق بيقول إن هما كان عندهم عجلات حربية، يبقى أكيد كانوا بيعملوا طرق، ومش ضروري طرق زي ما احنا عارفينها بالأسفلت، بيسموها بيدوين تراكس، موجودة من قديم الأزل، عشان فعلا العجلة الحربية دي تقدر تمشي براحتها. ثم هما كمان ممكن يشيلوه بالطرق دي لو هو ملوش مزاج يركب العجلة الحربية. حاجة تانية، العجلة الحربية ممكن تشيل تلاتة، واحد سواق والملك واقف جنبه، ووراهم واحد خادم، فممكن يلغي الخادم ويستعمل الكرسي بتاع الخادم ويفضل قاعد على الكرسي. ثم هو مش هيروح جري، هو عارف ان هم عندهم شخصينة يجروا بيها، فهو رايح على نهج بسيط لانه عارف انه هيلحقهم كده ولا كده، لان هم مشوا بالليل وهو حصلهم الصبح. ملك رمسيس الثاني قبل ما يموت تنازل عن الحكم لابنه الملك مبنفتاح الاول، ما كانش حاكم مصر ولا حاجه. رمسيس الثاني ما تنازلش عن العرش بتاعه وهو عايش ابدا، دي مش عارف انت جبتها من فين. بيرن بتاعه هو الابن الوحيد اللي اتبقى لرمسيس الثاني، عشان كانوا كلهم ماتوا من كتر ما رمسيس الثاني كان عمره طويل، ولاده كلهم ماتوا، ما فضلش غير ميرن بتاعه، فكان معروف مين اللي هياخد الحكم بعده. انما رمسيس الثاني ما تنزلش، والا كده والا شعبه مش هيعاملوا رمسيس الثاني انه اله على الارض، خلاص ده بقى انسان طبيعي. يعني انه يتنازل عن العرش بتاعه يعني معناها انه يتنازل عن الوهيته، لان فرعون هو معروف القابه. طبعا دي حاجه بعيده عنك شويه، ان هو ابن الاله رع، فهو اله على الارض بالنسبه للناس بتوعه، ايا كان بقى الفرعون، مش ضروري رمسيس الثاني، لا كلهم كانوا كده. معروفه بعد موته بيتحول يبقى اوزيريس. اوزيريس مين؟ اللي هو ابو حورس، فابنه ده بيبقى حورس على الارض اللي عايش، وابوه بيبقى اوزيريس الميت اله الموتى. والالهه دي بتحل في بعضها لحد ما توصل لاتون او رع، هم بيحلوا في بعض بعد الموت يعني. عشان كده الفرعون بيقعد يطلع في السلم ده لحد ما يوصل يبقى الاله الاكبر. عقيده اسمها حلول الاتحاد. مين الشخص اللي لقى جثة فرعون عشان ياخدها ويحنطها ويوديها تتحط في وادي الملوك والملكات؟ يعني انت بتصعبها علينا ليه؟ شخص واحد هيعمل كل الحاجات دي؟ بالمنطق لا طبعا. وانت بتسأل مين بقى اللي شافه؟ يعني ما كانش فيه حرس حدود، ما كانش فيه رسل بعتوا رسائل زي واتساب كده يقعدوا يجروا في كل حتة، يستخدموا الطرق الممهدة. ويا سيدي كان في صياد معدي بالصدفه وشاف جثته وعرف ان هو ده الملك رمسيس الثاني، ازاي هياخده وينقل جثته خلال اسبوعين في الصحراء وفي الحر من غير ما تتعفن عشان يوديها العاصمه تتحنط هناك وبعد كده تروح تدفن في وادي الملوك والملكات؟ مبدئيا عمليه التحنيط بتاخد 70 يوم، فانا مش عارف انت جبت الاسبوعين دول من فين. ثانيا المسافه اللي قطعوها بني اسرائيل، هم خرجوا بالليل وتاني يوم الصبح فرعون راح محصلهم وقفشهم عند البحر الاحمر، يعني المسافه دي تاخد يوم تقريبا ويمكن اقل كمان، فانت بتقول اسبوعين ليه؟ انا مش فاهم. بعدين هم لازم يحنطوه في وادي الملوك، بقول لك بتاخد 70 يوم، يعني هياخدوه مدينه تاني بير رمسيس يحنطوه هناك وبعدين يودوه وادي الملوك. في بعض الروايات الدينيه بيقول لك ان الناس اللي لقوا جثه فرعون، وطبعا دي روايات غير صحيحه لكن هنمشي معاها، وصفوه بانه كان قصير القامه وله انف اخنس. الانف الاخنس ده اللي هو داخل لورا كده، يعني دي كده داخله لورا كده. يعني انت جايب لنا روايه انت بنفسك مش معترف بيها ولكن هتمشي معاها، روايه انت بتعترف انها غير صحيحه ولكن هتمشي معاها. هو مين اللي قالك ان اللي بيقوله رمسيس الثاني هو فرعون موسى؟ الروايه دي عليهم حجه. عشان كده لما حد بيكون بيكره الحضاره المصريه القديمه وعايز يطعن فيها انا ولا بكره الحضاره الفرعونيه ولا بطعن فيها، انا بقول الحق، بس الحق اهم من اي حاجه. الأحمق وحده هو اللي يعتقد ويظن أن الوطنية يمكن أن تكون بتزوير التاريخ ونفي الحقائق. فالقول بفكرة وأكذوبة العرق المصري النقي، وإن فرعون لم يكن ملكا مصريا، وإن ده كله كده بيخدم الوطنية، هو في خيال قائله فقط لا غير. لا يمكن إن الوطنية تستدعي إنك تكذب في التاريخ أو تزور في الحقائق علشان تبين قد إيه إن المصري ده عظيم من بدايته لحد النهاردة. فتنفي بقى إن فرعون الظالم ده كان مصري، لأنه ما ينفعش يكون مصري، أصل المصري من بدايته لحد النهاردة عمره ما يكون ظالم. الكلام ده ما ينفعش في علم التاريخ.